شابتر الليكويد. دكتور علاء قال لك ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة. يا جماعة نبدأ، معلش. آخر حاجة عملناها كان الدكتور علاء عملها كان كليبرن إكويشن. الناس سمع الصوت كويس؟ شايف الشاشة؟ تمام. ردوا عليا علشان أنا ما بسمع، يعني مش شايفكم، عشان لو في حاجة نعملها بالأول. أبدأ؟ تمام دكتور. دكتور علاء اخر حاجه اديها لكم كانت حاجه اسمها معادله كليبرين. معادله كليبرين هي معادله كنا بنعمل بيها ايه؟ انا عايز اسمع كده، انتوا المعادله بتاعه كليبرين اللي احنا درسناها دي كان الهدف منها ايه؟ ان انا بحسب بيها ايه يعني؟ لا، ما انا بحب في المحاضره يا جماعه الناس بتقعد ساكته، يعني انا بحب دايما يبقى في بيننا وبين بعض حوار في الباب. بس شكرا، بحب يبقى بيننا وبين بعض حوار علشان اعرف انت فاهم ايه ومش فاهم ايه. كان عندنا معادله اسمها معادله كليبرين. احنا طبعا دكتور علاء لما دخل شابتر الليكويد شرح لكم يعني ايه فيبر بريشر، يعني ايه لاتنت هيت، يعني ايه ايفابوريشن، ويعني ايه الليكويد ذات نفسه. وكده وصلنا في النهايه لمعادله كليبرين. فكان معادله كليبرين دي كانت بتعمل ايه؟ بتحسب الانسالب يا دكتور بتاع ليكويد. لا، هي ما بتحسبش الانسالب بتاع التمبريتشر بتاع الليكويد. انت اللي كان بيتكلم تاني كان بيقول ايه؟ ما سمعتش؟
علاقة ما بين البريشر والتمبريتشر عند البروسيس بتاعت مثلا يعني اذا كان الهدف كده. حلو قوي صح كويس بس لازم نعملها بشكل احسن كمان. كان من الهدف الاساس عندي كان في حاجه عندي اسمها فيبر بريشر وكان عندي في حاجه اسمها تمبريتشر فاحنا كنا بنعمل علاقه بين الاثنين. هي صحيح العلاقه بين الفيبر بريشر والتمبريتشر ايه هي؟ علاقه دايركتلي يعني تزيد تزيد تقل تقل ولا علاقه انفرسلي تزيد تقل تزيد تقل تزيد ولا مفيش علاقه اساسا؟ دايركتلي دايركتلي يعني دايركتلي دايركتلي. حد عنده اعتراض؟ لا. يبقى فعلا كانت العلاقه بين التمبريتشر والفيبر بريشر هي كانت علاقه دايركتلي. بالتالي معنى كلمه دايركتلي معناها ايه؟ از تمبريتشر انكريز ده كان هيؤدي لان الفيبر بريشر هو كمان يحصل له ايه؟ انكريز. واز تمبريتشر ديكريز ده كان هيؤدي لان الفيبر بريشر هو كمان ديكريز. واز تمبريتشر هتبقى كونستانت ده هيؤدي لان الفيبر بريشر هيفضل ايه؟ كونستانت. معايا يعني قال لي يعني انا كان عندي علاقه بين التمبريتشر والفيبر بريشر مين اللي هيحسب لي بقى عند اي درجه حراره الفيبر بريشر ايه؟ ده اللي عمله كليبرين. يبقى كليبرين ايكويشن كانت معادله في الاساس الهدف منها ان عند اي درجه حراره اقدر احسب الايه؟ اقدر احسب الفيبر بريشر المقابل ليها قد ايه. فهمنا يا جماعه؟ عشان كده عملنا معادله كان فيها دلتا اتش وكل حاجه بس دي ما كانش الاساس. يعني ممكن احسب فيها دلتا اتش انما الاساس والهدف وكل حاجه بتاعه المعادله دي او معادله كليبرين هي كان ان انا عند اي درجه حراره موجوده عندي اقدر احسب الفيبر بريشر الموجود معاها. خلاص يا جماعه؟ في حد عنده اي مشكله؟ طيب عايز اسال سؤال، ايه العوامل اللي بتاثر على الفيبر بريشر؟ يعني لو جيت قلت لك الفيبر بريشر ديبندز اون القيمه بتاعته تعتمد على ايه؟ ايه اللي بيغير الفيبر بريشر؟ التمبريشر دي حاجه صح بس ايه تاني؟ قال لي اول حاجه دي مهمه جدا لازم تكون عارفها التايب اوف ليكويد. يعني ايه؟ قال لي يعني الفيبر بريشر هي قيمه ثابته للليكويد الواحد بتقيس عند ديناميك كوليبريم. قيمه ثابته للليكويد الواحد عند نفس درجه الحراره لكن بتتغير من ليكويد لليكويد. يبقى الفيبر بريشر بيتغير بتغير طبيعه الليكويد. كل ليكويد ليه الفيبر بريشر بتاعه عند نفس درجه الحراره. يبقى انا لو غيرت ثبت درجه الحراره وغيرت الليكويدز الفيبر بريشر بتاعي يحصل له ايه؟ هيتغير قيمته. يعني تاني حاجه التمبريتشر، وده احنا قلنا فوق كل ما التمبريتشر لنفس الليكويد بقى كل ما التمبريتشر هتزيد كل ما الفيبر بريشر يحصل له ايه؟ كل ما الفيبر بريشر هيزيد. هو ده مهم جدا لازم اكون عارف الكلمتين دول العوامل اللي بتاثر على الفيبر بريشر معايا. في اي مشاكل؟ طيب كليبرين ايكويشن دي اللي هي كانت معادله بتقول لي ان لوج بي 2 على بي 1 ايكوال دلتا اتش على 2.3 ار تي 2 ماينس تي 1 على تي 1 تي 2. حد عنده اعتراض على المعادله دي؟ هي دي معادله كليبرين والدكتور علاء شرح لك ازاي تعمل لها الاثبات بتاعها وازاي تتعامل وهكذا. لكن مين اللي قال لي المعادله دي صح؟ ما انا عشان اطبق معادله لازم اعرف هي صح ولا غلط. فكنا لازم نرجع للاساس عندي لاصل المعادله عشان ابدا اشوف هل يمكن تطبيقها ولا لا. ما انا ممكن اجي اقول لك طبق لي معادله كليبرين تقول لي ما تنفعش عندي. تمام؟ يبقى اذا محتاجين نتاكد ان فعلا يمكن تطبيق هذه المعادله. طيب تطبيقها على ايه؟ قال لي على حاجه اسمها الفيسز ترانسفورميشن. يعني ايه؟ تحولات الماده. يعني انا عايز اشوف الماده بتتحول من ايه؟ ممكن الماده تتحول من ليكويد لفيبر او من فيبر لليكويد. انا عايز اشوف هل المعادله ينفع تطبق في الحالتين دولت ولا لا؟ ينفع. هنشوف دلوقتي. اول من سوليد لليكويد او ليكويد لسوليد او سوليد لفيبر
او فيبر لسوليد. هل في كل دول هل عندي المادة ممكن تحول من شكل لشكل تاني؟ هم دول الأشكال اللي ممكن المادة تحول من شكل لشكل ايه اخر. طيب السؤال بقى، هل في المواد دي او في الحالات دي لو انا جبت طبقت معادلة الكليبريون هيبقى صح؟ هنشوف مع بعض، ومهم جدا اللي احنا لازم نتكلم. بس قبل ما نشوف مع بعض عندي حاجة مهمة برضو لازم نكون عارفينها، مسميات أسامي العمليات. مسميات أسامي العمليات يعني إيه؟ يعني ما أقول لك البروسيس بتاعت من ليكويد لفيبر اسمها إيه العملية دي؟ إيفابوريشن. حلو، يبقى أنا لازم أكون عارف إن العملية دي اسمها إيفابوريشن، لأن أنا ما أجي أكلمك هكلمك بالاسم، مش هقول لك من ليكويد لفيبر، أنا هقول لك إيفابوريشن، يبقى أنت فاهم إن كلمة إيفابوريشن تعني إن أنا بحول من ليكويد لفيبر. طيب من فيبر لليكويد كوندنسيشن. حلو جدا، يبقى عندي عملية كوندنسيشن، عملية تحول من من فيبر لليكويد. من سوليد لليكويد سوليديفيكيشن. من سوليد لليكويد ميلتينج. ميلتينج انصهار صح؟ ما بحول من سوليد لليكويد مش بعمل انصهار للمادة؟ سمعت عمل ليكويد لسوليد. طب لا اللي عليها الدور، مش انت شايف ان الشاشة ولا لا؟ اه شايف، بس مركز مع حضرتك اكتر. مش مشكلة، من سوليد لليكويد عملية اسمها ميلتنج. على فكرة يا جماعة انا بحب الناس تتكلم حتى لو غلط عشان ابقى عارف ايه الغلط وايه الصح واقوله لك، ما عنديش اي مشكلة طالما بتتناقش طالما بتفهم، ما عنديش اي مشكلة. من ليكويد لسوليد فريزنج. انت بتقولك سوليدفيكيشن، طيب احنا بنسميها اسهل فريزنج، تجمد. ماشي. طيب من سوليد لفيبر سبليميشن. حلو قوي، عندي عمليه اسمها سبليميشن. طيب من ليكويد لسوليد، من فيبر لسوليد عمليه اسمها ديبوزيشن. يبقى انا محتاج عشان اقول المعادله دي صح ان انا اطبق المعادله دي على كل الحالات دي، الست حالات دول، ولو انا فعلا لقيتها اللي هي اشتغلت صح يبقى ده كده المعادله دي 100% مظبوط. لو عملت شويه وشويه لا، يبقى لا في عندي هنا مشكله ايه معايا. خلاص، فنبدا نشوف هل المعادله دي صح ولا لا، فلازم ارجع لاصل المعادله اللي احنا بدانا نثبت بيها. افتكر كده دكتور ام جي اثبت لك المعادله، بدا لك بمعادله بتقول ايه؟ كان بيقول لك ان دلتا بي على دلتا تي ايكوال ال على تي دلتا بي. تمام، وبناء عليه محتاجين نتكلم شويه، ما هي الدلتا بي على دلتا تي؟ كان مقصود بها ايه؟ ده الريت اوف تشينج اوف فيبر بريشر. صح، الريت ات ويتش الفيبر بريشر تشينج ويز تمبريتشر، معدل تغير الفيبر بريشر مع تغير الحراره. وطبعا متوقع ان كل ما الحراره هتزيد كل ما الفيبر بريشر يزيد، كل ما الحراره تقل الفيبر بريشر يقل، كل ما درجه الحراره تبقى ثابته الفيبر بريشر يحصل له ايه؟ يثبت معانا. طيب حلو قوي، ما هي ال ال؟ لاتنتييت اوف فيبر بريشر. ودي اول غلطه عندكم، ال هي اللاتنتييت اوف ايه؟ اللي هنعمل مربع كده صغير ونسيبه فاضي، ويبقى ال L هي latent heat of المسميات دي. L هي latent heat of of ايه؟ قال لي of هذه المسميات. ايه هي المسميات دي؟ ده ايه المسمى ده؟ ده 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 حسب العملية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تقدر تقول لي ما هي ال L؟ هي latent heat of evaporation لو انا بحول من ليكويد لفيبر، او latent heat of condensation لو انا بحول من فيبر لليكويد، او latent heat of melting لو انا بحول من solid لليكويد، او latent heat of freezing لو انا بحول من ليكويد لسوليد، او latent heat of sublimation لو انا بحول من solid لفيبر، او latent heat of ايه؟
ديبوزيشن لو انا بحول من ايه من فيبر لسوليد. طب انا ليه خدت المره اللي فاتت لاكتيف هيت ايفابوريشن؟ لان انا اللي خدته في درسته في المره اللي فاتت مع الدكتور علاء كان كله تحول من ايه من ليكويد لفيبر. فكان بالتالي ال اللي هي ايه هي لاكتيف هيت اوف ايفابوريشن. حلو قوي. يبقى احنا عرفنا كده ان ال ال دي ما هي الا لاتنت هيت اوف ايه. بص هكتب كده بالعربي اهو. اقرا إيه اللي انا كتبته ده ايه؟ العمليه. اسم العمليه معايا كوندنسيشن، يبقى معايا لاتنت هيت اوف كوندنسيشن. حد عنده سؤال يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ ال ال دي كان ليها شرطين، يا بوزيتيف يا نيجاتيف. امتى كانت ال ال بالبوزيتيف؟ لما ابزورب هيت لما السيستم او الليكويد بتاعي او الماده بتاعتي ابزوربس هيت. امتى تبقى بالنيجاتيف؟ لما السيستم بتاعي ماله ايفولفز هيت. خلاص مهم جدا الكلام ده كله. طيب بناء عليه انا عايز اسمع منكم كده تعريف ايه هو اللاتنت هيت اوف مثلا ايفابوريشن. انت في هيت ريكويرد تو ايفابوريت 1 مول اوف ايه في ليكويد. طيب الناس يا جماعه متابعه، انا شايف ان واحد بس اللي بيرد. اسمك ايه يا باشمهندس؟ احمد هشام. نعم احمد هشام. يعني احمد هشام هو الوحيد اللي بيرد في المحاضره. هل الناس مش فاهمه ولا الناس بتسمع ولا الناس مركزه ولا ايه بالظبط؟ ولا الصوت مش وصل لهم؟ ممكن برضو يبقى ده سبب يعني. لا بنسمع ومركز مع حضرتك. معاك يا دكتور. طيب اللي عنده سؤال يا جماعه يسال، وما بسال يا ريت تردوا. انا برضو بفهم من ردكم انتوا فاهمين ايه ومش فاهمين ايه. طيب حد غير احمد هشام بقى يقول لي اللاتنت هيت اوف ايفابوريشن تعرفها ايه؟ هيت انرجي ريكوايرد تو ايفابوريت 1 مول فروم ليكويد تو جاز. حلو قوي. طب اللاتنت هيت اوف كوندنسيشن تعرفها ايه؟ هيت انرجي ريكوايرد تو كوندنس 1 مول فروم جاز تو ليكويد. اهو ده التعريف غلط. وهنا ده اللي انا كنت بتعمد اللي انا اسال عشان كده. اللاتنت هيت ليها ثلاث حاجات عشان تتعمل. اللاتنت هيت هي اماونت اوف هيت، ادي اول حاجه. بتتلخبط بقى بين ايه او بتغير من ايه لايه؟ ممكن في بعض الاحيان اكتب ريكوايرد، وفي بعض الاحيان اكتب ايفولف، ممكن اكتب ابسور، ممكن اكتب ايفولف حسب العمليه. يعني ايه؟ يعني ما اجي اقول لك اللاتنت هيت اوف ايفابوريشن هتقول لي ايه هي الاماونت اوف هيت وانا ما بحول من ليكويد لفيبر، ده انا بعمل ايه؟ ده انا محتاج يبقى ريكوايرد عشان اعمل ايه؟ تو ايفابوريت 1 مول، 1 مول دي ثابت اوف ليكويد. وهنا لازم اخلي بالي من حاجه، ما ينفعش تيجي تقول لي تو ايفابوريت 1 مول اوف جاز او فيبر. ليه؟ لان الفيبر عمره ما بيحصل له ايفابوريشن، انما اللي بيحصل له ايفابوريشن هو مين؟ هو الليكويد. تمام؟ يبقى ما يجي اقول لك ما هي اللاتنت هيت اوف كوندنسيشن تقول لي ايه؟ اماونت اوف هيت ريكوايرد. غلط، لانها مش ريكوايرد. انا لما باجي اعمل كوندنسيشن انا بحول من ايه لايه؟ لازم تكون فاهم العمليه. حلو، يبقى انت لازم فاهم العمليه بتتم ازاي عشان ابدا اعمل التعريف صح. ما هي اللاتنت هيت اوف كوندنسيشن؟ هي الاماونت اوف هيت ريكوايرد. غلط. ليه؟ لان انا مش محتاج انرجي، انا محتاج افقد انرجي. صح الكلام ده؟ يبقى هي الاماونت اوف هيت ايه؟ ايفولفد. ايوه، او ريليز، ما عنديش اي مشكله. المهم اللي هي بتدي نفس الفكره. طيب ريليز فور ايه؟ ما تكمل بقى. دايما اللاتنت هيت مرتبطه بالوان مول، يبقى فور تو ريليز او تو تو كوندنس ايه؟ 1 مول. 1 مول اوف جاز. حلو، يبقى اللي هيقول لي 1 مول في ليكويد غلط. ليه؟
ان الليكويد عمره ما بيحصل له كوندنسيشن. اللي بيحصل له كوندنسيشن هو مين؟ هو الغاز. انت لازم تكون عارف في اللاتنت هيت. في لما اجي اقول لك اسالك اصل انا ممكن اسالك في اي لاتنت هيت معايا اسالك فيها زي ما انا عايز, فانت لازم تكون فاهم ازاي تجاوب. يعني ما اجي اقول لك ما هي اللاتنت هيت اوف ديبوزيشن هتقول لي ايه؟ amount of heat required evolved لا required غلط evolved صح. heat of heat 1 mole of vapor to solid بس كده. يبقى احنا لازم نكون عارفين العمليه مسماها ايه عشان اعرف اقول ايه اللي بيتعمل. ودايما اللي بربطه دايما الموجود في الاول. يبقى هعمل evaporation هربطه بالليكويد, هعمل condensation هربطه بالفيبر, هعمل melting هربطه بالسوليد, هعمل freezing هربطه بالليكويد, هعمل سبليميشن اربطه بالسوليد, هعمل ديبوزيشن اعمله بالايه اربطه بالفيبر. خلاص يا جماعه اتفقنا؟ طيب المعادله بتقول دلتا في على دلتا تي ايكوال ال, خلاص عرفنا ال على تي دلتا في, حيث الدلتا في هي ايه؟ هي التشينج ان الفوليوم. وتشينج ان فوليوم ده معناه ايه؟ اي تشينج, اي تشينج عندي دايما معناه ايه؟ معناه اللي انا بشتغل بيه الاولين الاخير ماينس الاولين. دايما بشتغل على ايه؟ الاخير ماينس الاولين. يعني ايه؟ قال لي يعني التشينج ان فوليوم دي او الدلتا في هي الفوليوم الفاينل ماينس الايه؟ الفوليوم الانيشال. ويبقى التي هي درجه الحراره, بس الشرط بتاعي ايه؟ لازم تبقى بالايه؟ بالكلفن. حد عنده اي اعتراض؟ كليبرين عمل لي معادله. على فكرة في حاجة مهمة عايز أقولها لكم. إيه إن شاء الله هيبقى يوم الخميس الجاي الكويز الأولاني. الخميس بتاع الأسبوع ده. الكويز الأولاني. وبرضه من الحاجات اللي لازم تكون عارفينها إن الترمدة مفيش امتحانات إم سي كيو لينا في الكيمياء. يعني كل امتحاناتنا هتبقى امتحانات ورقية عادية. سواء الكويز أو الميد تيرم. خلاص؟ يعني الاثباتات عليك وكل حاجه المفروض تكون عارفها وكل حاجه, يعني مش هيبقى في عندي امتحانات ام سي كيو في الكيمياء. ماشي يا جماعه؟ يعني الكويز هيكون في المعمل يوم الخميس الجاي يا دكتور؟ اه ان شاء الله. تمام. هناخد اول وقت كده نشوف بقى وقت مده الامتحان بس الكويز قد ايه, هنقطعه من وقت المعمل ونمتحن وبعد كده نبدا نشتغل المعمل بتاعنا. خلي بالكم ان الميد ترم الاسبوع الجاي. طب ما تحددش يوم يا دكتور؟ لسه هنظبط. يعني ممكن على يوم الاثنين اقول لكم, يعني ان شاء الله. يوم الثلاث بعد بكره ان شاء الله. تمام. خلاص؟ شكرا. طيب انا عايز بقى اشوف المعادله دي صح ولا غلط. طب المعادله كانت بتقول لي ايه؟ ركز بقى معايا. دلتا في على دلتا تي ايكوال ال على تي دلتا في. عشان اعرف المعادله دي صح ولا غلط او يعني منطقيا صح ولا غلط محتاج اعمل ايه؟ قال لي شوف الدلتا في العلاقه بين الدلتا في والدلتا تي. مش مفروض از التمبريتشر انكريز ده هيؤدي لان البريشر او الفيبر بريشر عندي هو كمان هيزيد, يبقى از دلتا تي بقت بالبوزيتيف زادت ده هيؤدي لان الدلتا في تبقى بايه؟ يعني ما جحش الدلتا بي على دلتا تي مفروض يطلع اشارتها ايه؟ بوزيتيف برضه. طيب لو انا قللت درجه الحراره يبقى از دلتا تي بقت بالنيجاتيف. قللت درجه الحراره فبالتالي الفيبر بريشر يحصل له او الدلتا بي يحصل له ايه؟ هتبقى بالنيجاتيف هي كمان. يعني دلتا بي على دلتا تي برضه مالها؟ هتبقى بالبوزيتيف. يعني ايه؟ قال لي يعني عشان اختبر المعادله دي صح منطقيا صح ولا غلط انا لازم احسب قيمه الدلتا دي على دلتا تي. لو طلع القيمه دي قيمه موجبه يبقى المعادله دي صح يمكن تطبيقها. كلام منطقي, كل ما درجه الحراره بتزيد كل ما الفيبر بريشر يزيد. انما لو جيت احسب دلتا دي على دلتا تي وطلعت بالنيجاتيف الكلام ده عكس الواقع. هو في حاجه اما درجه الحراره تزيد البريشر يقل مثلا؟ ده كلام مش منطقي خالص. يبقى المعادله دي معادله ايه؟ غلط. يبقى عشان احسب المعادله دي صح ولا لا كل المطلوب مني ان انا هاجي اثبت او اشوف قيمه
إشارة الدلتا بي على دلتا تي. لو طلعت الإشارة دي في البوستر يبقى أنا المعادلة دي صح ويمكن تطبيقها. وحبدأ أعمل الكلام ده في كل حالات تغير المادة. حبدأ أعمل الكلام ده في كل حالات تغير الإيه؟ المادة معي. يعني طيب قبل ما أقول لك يعني إيه، طب نشوفها إزاي دي. طيب ما دلتا بي على دلتا تي إيكوال إل على تي دلتا بي، والتي دايما دايما بوزيتيف. دايما ليه دايما؟ لانها سليزيوس بلس 273، يبقى انا غصبا عني هزود 273 درجه على القيمه اللي نيجاتيف عندي هتطلع بالبوزيتيف، يبقى دايما التي بوزيتيف. يبقى عشان اشوف المعادله دي صح ولا غلط كاني بقول لك شوف لي اشاره ال بكام وشوف لي إشارة الدلتا في بكام واقسم الاثنين على بعض. لو طلعت الإشارة بالبوستيف يبقى الكلام ده صح، طلع بالنيجاتيف يبقى الكلام ده إيه؟ الكلام ده غلط معايا. ونبدأ نطبق الكلام ده في أول حالتين من الحالات اللي إحنا اتكلمنا عنها. يعني إيه؟ يعني هبدأ أطبق أهو، أنا خدت ست حالات من ليكويد لفيبر، فيبر لليكويد، سوليد ليكويد لسوليد، سوليد لليكويد، سوليد لفيبر، فيبر لإيه؟ لسوليد. هبدأ أطبقهم في ست حالات وهنبدأ بأول حالتين فيهم. هما كانوا ايه؟ من ليكويد، ودولت اسهل حالتين، لفيبر او من فيبر لايه؟ لليكويد. حلو. انا كل كلمه دلوقتي هعتمد على مين؟ هعتمد على ال وعلى مين؟ دلتا في. دلتا في على اساس ان تي دايما ايه؟ بوزيتيف. فحاجه اكتب كده. حلو. ما هي ال؟ مليني بقى. ال ال هي latent heat of evaporation. احنا قلنا بقى اسم العمليه اللي هي evaporation. هنا العمليه من ليكويد لسوليد، يبقى من فيبر لليكويد قصدي، يبقى ال ال هي latent heat of condensation. صح. of condensation. حلو قوي. يبقى انا اول حاجه عملتها لما اجي اثبت، هو كده لما اجي اقول لك اثبت ان دلتا بي بقت دلتا تي بوزيتيف، فانت هتيجي تعمل كده. حلو. في الايفابوريشن ال ال بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ بوزيتيف. في حاله الايفابوريشن ال ال بالبوزيتيف لان انا ابسورب تي. في حاله الكوندنسيشن ال نيجاتيف لان انا ايفورب تي. طيب كده خلصت ال ال. طب الدلتا في هي الفوليوم الفاينل ماينس الانيشال. طب فين الفاينل؟ هي عباره عن الفوليوم بتاع الفيبر، ما هو ده الفاينل اللي وصلت له، ماينس الفوليوم بتاع مين؟ الفوليوم بتاع الليكويد. طب هنا الدلتا في هي الفوليوم الفاينل برضو اللي هو الفوليوم بتاع الليكويد ماينس الفوليوم بتاع مين؟ بتاع الفيبر. لكن الفوليوم بتاع الفيبر دايما اعلى من الفوليوم بتاع الليكويد، يبقى هنا الدلتا في هتطلع بالايه؟ بالبوزيتيف. انما هنا الدلتا في هتطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى دلتا في على دلتا تي ايكوال ال اللي كانت بالبوزيتيف والدلتا في بالبوزيتيف، يعني بوزيتيف فاليو. ومادام بوزيتيف فاليو يبقى الكلام ده 100% صح ويمكن تطبيق المعادله معايا في حاله من ليكويد لفيبر. طيب الناحيه الثانيه بقى، كان الدلتا بي على دلتا تي اهي ايكوال ال ال كانت بالايه؟ ال ال كانت بالايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف. طالب يعني؟ طيب يعني ممكن حضرتك تستنيني بس 10 دقائق وانا حاضر. ماشي يا فندم. الدلتا بي هنا بالايه؟ بالنيجاتيف، والدلتا تي هنا بالايه؟ يبقى فكروني ما احضرش المحاضره تاني من الكليه عشان انا كده مش هركز. الدلتا بي بالنيجاتيف والدلتا تي بالايه؟ بالنيجاتيف برضو. يبقى الدلتا بي على دلتا تي بالايه؟ بالبوزيتيف. وما دام دلتا بي على دلتا تي بالبوزيتيف يبقى انا ايه؟ يبقى انا فعليا اقدر اطبق المعادله. يبقى انا لما جيت حسبت الدلتا بي على دلتا تي لقيت ايه؟ لقيت ان انا لو سواء اشتغلت من ليكويد لفيبر او من فيبر لليكويد المعادله صح 100%، ما عنديش فيها اي مشاكل.
يبقى يمكن تطبيق هذه المعادله على الحالتين الاولانيتين اللي هي من ليكويد لفيبر او من فيبر لايه لليكويد، بس مش هي دي كل الحالات، ما انا عندي حالتين تانيين، عندي اربع حالات تانيين. قال لي خلاص ابدا اعمل انت كمان الحالتين التانيين اللي هم عباره عن ايه، هكتبها بقى بالعرض عشان الصفحه كانت ضيقه، من سوليد لليكويد او من ليكويد لايه لسوليد. نفس القصه بقى، عايزك تمليني هعمل ايه، مليني ايه اللي انا هكتبه. يلا من سوليد لليكويد ال هي نمتوا تاني ليه؟ amount of heat melting. Melting. حلو قوي. of melting. وهنا ال هي latent heat freezing. 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 تمام. ال هنا بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ بالبوزيتيف. دايما قلنا ال لو حد هيت يبقى بالبوزيتيف، يبقى هنا بوزيتيف، هنا نيجاتيف. طب الدلتا فيه الفوليوم الاخير ناقص الفوليوم الاولاني، يبقى الفوليوم بتاع الليكويد ماينس الفوليوم بتاع الايه السوليد. هنا الدلتا في الفوليوم بتاع السوليد ماينس الفوليوم بتاع مين، بتاع الليكويد، لكن الفوليوم بتاع الليكويد اكبر من الفوليوم بتاع السوليد، يبقى الدلتا في هنا بايه، بالبوزيتيف. بالبوزيتيف. يعني الدلتا بي على دلتا تي هنا بايه، بالبوزيتيف. يبقى المعادله يمكن اطبقها ولا لا؟ يمكن. نفس الكلام هنا، هتبقى الدلتا في بالنيجاتيف، ويبقى الدلتا بي على دلتا تي نيجاتيف على نيجاتيف، يعني برضو بوزيتيف، يبقى يمكن تطبيقها ولا لا؟ يمكن تطبيقها. لو جيت عملت نفس الكلام في الحالتين الاخرانيتين اللي هي من سوليد لفيبر او من فيبر لسوليد، هلاقي برضو ان الدلتا بي على دلتا تي اشارتها ايه، بوزيتيف. يعني ايه اشارتها بوزيتيف؟ يعني يمكن تطبيق المعادله ولا لا؟ قال لي يعني ده هيخلينا نوصل لملحوظه مهمه جدا، ايه هي؟ ان الدلتا بي على دلتا تي از كان بي ابلايد، اقدر اطبقها اهو، كان بي ابلايد فور اول فيزز ترانسفورميشن. يعني ايه الكلام ده؟ هكتبها لكم تحت اهي، ترانسفورميشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايز احول من حاله لحاله، هتطبق معايا معادله كليب، ما عنديش اي مشكله، except in one case. تقدر تقول لي ايه هو ال one case؟ ميه، اللي هو ال water and ice system. ايوه ice system. والووتر ايس سيستم دي هي حاله خاصه من الليكويد سوليد سيستم، اللي هو ايه، من سوليد ليكويد او من ليكويد سوليد. ليه؟ لان الميه هي الحاله الوحيده اللي الفوليوم بتاع الايس بتاعها بيبقى اكبر من الفوليوم بتاع الليكويد ووتر. بالتالي لو ال ال بالبوزيتيف هتبقى الدلتا في بالنيجاتيف، يعني الدلتا بي على دلتا تي تبقى بالايه، بالنيجاتيف. بالتالي لا يمكن تطبيقها. يبقى معادله كليبرين can be applied for all phases transformation، قادر اطبقها في كل حالات الماده except in one case، اللي هو مين، water ice system، بس في هذه الحاله بس الدلتا بي على دلتا تي تطلع بالايه، بالنيجاتيف. بالتالي احنا كده المفروض خلصنا النظري بتاع شابتر 2، احنا هندرس بس المسائل بتاعه كليبريان الخاصه بيه من ليكويد لفيبر او من فيبر لليكويد سيستم بس. يعني اذا مش مطلوب منك سوليد لليكويد او ليكويد لسوليد، مش مطلوب منك كاثبات قانون او حل مسائل، انما مطلوبه كدلتا بي على دلتا تي وهكذا. ماشي يا جماعه، نبدا بقى نحل مسائل، نبدا بقى نحل مسائل. معلش بس دكتور. معلش هو اللي علينا ايه؟ معلش كل اللي انا قلته ده، يعني انما المسائل بس المرتبطه بالليكويد للفيبر، انما ما اجي اقول لك دلتا بي على دلتا تي كل ده معاك. تمام شكرا. لسه بقى هنبدا نحل المسائل. خلاص؟ معلش يا جماعه هتدوني خمس دقائق بالظبط. خمس دقائق اشوف بس عشان عندي دكتور لو سمحت اقول الكيرفز اللي هم الثلاثه دول معايا ولا لا؟ مش انا. لا
لا لا مش مطلوب مننا اي طبعا. حاجه ما شرحت لك مش مطلوب منك. تمام شكرا لك. خلاص هنبدا نحل مسائل دلوقتي بس ادوني بالظبط 5 دقائق ماشي وهرجع لكم تاني.
خلاص يا جماعه نرجع تاني معلش. يلا بقى الناس جاهزه نبدا بقى نشوف مسائل كده توتوريال على الليكويد السوليد الليكويد تو فيبر. وزي ما اتفقنا احنا كل المسائل اللي عندنا هتبقى على الليكويد فيبر بس. حلو، يعني احنا مش هنبقى مطلوبين منا اكتر من الليكويد. الصوت مش واضح يا دكتور. صوت حضرتك كده الناس. ايوه كده في الباب بس الناس سامعه كده. ايوه يا جماعه الصوت كده واضح. هو بعيد شويه كده. حلو، لازم الزق يعني في الجهاز تمام. يعني كده تمام. ما ينفعش يعني ما ينفعش اديكوا ضهر كده يعني وابعد عن الجهاز عشان اقعد براحتي يعني ولا ايه؟ خد راحتك يا دكتور. يا عم انا بهزر معاك وانا قاعد على المكتب، انا في الكليه اساسا. نركز بقى مع بعض في المسائل. فكره المسائل كلها مسائل هنا في الليكويد تعويض مباشر في القانون. قانون سهل وجميل ما فيش فيه اي مشاكل، والمسائل بتاعته من اسهل ما يكون. طيب ايه المعادله بتقول ايه؟ بتقول لي ان لوج، خلي بالك ان المعادله اللي فاتت اللي هي دلتا بي على دلتا تي دي ما بنستخدمهاش في حل المسائل. انما اللي بستخدمه في حل المسائل هي المعادله اللي بتقول ايه؟ ان لوج بي 2 على بي 1 ايكوال دلتا اتش على 2.3 ار تي 2 ماينس تي 1 على تي 1 تي 2. لو جيت بصيت هنا هلاقي ان انا عندي ست حاجات. ايه هم الست حاجات؟ عندي بي 2 بي 1، عندي تي 2 تي 1، عندي دلتا اتش، وعندي اور. ست بارامترز موجودين معايا فعليا رسميا. هم مش ست، هم خمسه. ليه؟ لان الار ده ايه؟ كونستنت. بكام؟ 8.314. ما انساش بقى جول على مول كلفن. ليه بقول لك كده؟ لان في الغالب الدلتا اتش بتبقى اليونت بتاعها كيلو جول. هل ينفع ان انا اقسم كيلو جول على جول؟ قال لي لا. يبقى لو انا عندي الدلتا اتش كيلو جول احول الدلتا اتش لجول الاول، او احول الار لكيلو جول. يعني اذا الار يا 8.314 جول على مول كلفن، يا 8.314 في 10 باور نيجاتيف 3 ايه؟ كيلو جول على مول كلفن. خلاص؟ يبقى الار هي في مسافه، لكن بتتغير بس اليونت يا جول يا كيلو جول حسب الدلتا اتش. يبقى فعليا انا عندي ايه؟ قال لي يبقى فعليا انا عندي خمس حاجات، خمسه بارامترز، اللي هو بي 2 بي 1 بي 2 تي 1 ودلتا اتش. فعليا هقول لك هديك اربعه واقول لك احسب لي الخامس. تعويض مباشر في القانون، هديك صراحه كده اربعه واقول لك احسب الخامس. ممكن يبقى الاربعه دول تي 1 وتي 2 بي 1 وبي 2، يبقى انا هطلب دلتا اتش. ممكن يبقى الاربعه ده تي 1 وتي 2 دلتا اتش وبي 1، يبقى انا عايز بي 2 وهكذا. انما المهم اللي انا هيبقى عندي اربعه و هطلب الايه؟ الخامس. ماشي يا جماعه؟ الدلتا اتش دي اسمها ايه؟ اسمها انثالبي او التشينج ان انثالبي اوف فابوريزيشن او ايفابوريشن يعني. خلاص؟ التشينج ان انثالبي اوف فابوريزيشن او انثالبي اوف فابوريزيشن على طول. طيب نشوف مسائل؟ نشوف مسائل. ادي المساله الاولانيه، انا قلت لك هم اربع حاجات، خمس حاجات، هيديك اربعه صراحه ويطلب الخامس. فهنا بيقول لي ايه؟ The vapor pressure of carbon disulfide is كذا، الفيبر بريشر اهو is كذا at كذا. What is the vapor pressure؟ يبقى هو عايز هنا مين؟ عايز vapor pressure. يبقى لازم يديني درجه حراره ويديني الدلتا اتش اهو.
بيقول لي what is the vapor pressure of CS2 at 273 كلفن when enthalpy of vaporization of كذا is كذا. يعني دكتور ممكن حضرتك تزوم على السلايد؟ اعمل انت زوم عليها عندك. لا هي يعني عندنا هتختفي يعني مش هتبينها كلها. طيب يعني انت لو عملت زوم عندك هتبين. انا بجيب لك اخر حاجه اقدر اعملها وتفضل باينه يعني. كده كده المسائل دي هتنزل لك في الشيت يعني. كده كده الشيت هينزل لك يعني. مهم يفضل عندي بقى هنا نقطة مهمة جدا. أنا عندي خمس حاجات B2 B1 أو B الخمس حاجات منهم اتنين B صح؟ ومنهم اتنين T ومنهم دلتا H. مين B1 ومين B2؟ مين T1 ومين T2؟ من ال يعني انا اختار ازاي B1 اقول ان دي B1 او B2 وهكذا يعني. اي حاجه بس يكون عند نفس درجه الحراره. لا يعني انا دلوقتي عندي اتنين بريشر اختار مين فيهم B1 ومين فيهم B2 على حسب العمليه اللي بنعملها evaporation ولا condensation. لا وهنا يا جماعه مهم جدا عندي برضه ما تفرقش يعني الاكبر مش هو ده العامل الاساسي بس الاكبر هو عامل مفضل لكن مش اساسي. قال لي ومن حقي اللي انا اختار اي بريشر B2 واي بريشر B1 او اي تمبريشر T2 اي تمبريشر T1 بس بشرط لو انا قلت ان البريشر ده B2 يبقى غصب عني درجه الحراره اللي قصاده لازم تبقى T2. لو انا قلت ان البريشر ده B1 لازم درجه الحراره اللي قصاده تبقى T1. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني انا ممكن انا اختار ده B2 واحد تاني يجي يقول لك لا انا هختار ده B1 هسمي دي B1 وهسمي ده B2 بالحق حتى يقدر يقول لك لا لكن سميت ده B1 يبقى لازم درجه الحراره هنا تبقى T1 سميت ده B2 يبقى لازم درجه الحراره هنا تبقى T2 خلاص. فهمنا يا جماعة؟ يبقى أنا من حقي اللي أنا أختار. طب أنا بقى بقول ليه مفضل اللي أنا أخذ T2 أكبر عشان في الإشارات تطلع بالبوستيف. فأنا لو خدت T2 أكبر من T1 هيبقى برضو B2 هي اللي أكبر من B1 إنما لو عملت العكس صح محدش يقدر يقول لك إيه محدش يقدر يقول لك غلط. المسألة اللي فاتت دي بيقول لي إن الفيبر بريشر بتاع المادة دي كان كذا عن درجة حرارة كذا. احسب لي الفيبر بريشر ده عن درجة حرارة كذا علما بأن دلتا اتش بكذا. ده اللي ده مجمل المساله. كالكوليت اذا قال لك زي فيبر بريشر اوف سي اس 2 اس كذا ات كذا كالكوليت اتس فيبر بريشر ات تمبريتشر كذا ودلتا اتش بكذا. اللي معايا اربع حاجات ولا لا؟ معايا اربع حاجات وعايز مين؟ الخمسه. اذا خمسه يبقى تعويض مباشر في القانون ولا لا؟ وهنا مش محتاج في البريشر اللي انا احول يونتس انما محتاج في التمبريتشر غصب عني ان التمبريتشر دي لازم تبقى بالكلفن. انما لو عندي بريشر بالمليمتر مركري مش مشكله يفضل مليمتر مركري. عندي بالباسكال يفضل باسكال، عندي بالاتموسفير يفضل بالاتموسفير، ما تفرقش معايا. صعبه؟ تمام. طيب نبص على المسألة اللي بعدي. What is the boiling point؟ يعني boiling point؟ تحديدي للمسألة بيوفر عليا كتير على فكرة. يعني boiling point؟ هي الـ temperature at which the vapor pressure بيساوي الـ external pressure. يبقى أنا في المسائل اللي باجي أقول لك What is the boiling point؟ كأنه بيقول لك What is the temperature؟ يبقى أنا عندي temperature هي اللي مجهولة. يبقى لازم يكون معايا أربع حاجات تانية ولا لأ؟ مش ال boiling point في النهاية هي درجة حرارة؟
ايوه مظبوط. يبقى هو عايز كانه بيقول لي وات از ذا تمبريتشر. خلاص يبقى انا لازم يكون عندي اثنين بريشر واحد تمبريتشر تاني ودلتا اتش، لازم الاربع حاجات يكملوا عشان اعرف اجيب ده ولا لا. طب نشوف وات از ذا بويلنج بوينت اللي هي التمبريتشر يعني اوف ووتر ات بريشر كذا. يبقى انا معايا البريشر اهو الحق ده قال لي ذا انسالبي ايفابوريزيشن اوف ووتر بكذا. تجي هنا في المساله عامل حاجه مختلفه خالص، قال لي ايه؟ قال لي وات از ذا بويلنج بوينت يعني عايز التي عند بريشر مش فاكر كان كام، علما بان الدلتا اتش بتاع الفابوريزيشن بتاع الميه بكذا بس. وسكت على كده. احل المساله دي ازاي؟ حاول الاقي بريشر وتمبريتشر تانيين. هو الميه صح؟ النورمال بويلنج بوينت نورمال معروفه، ويبقى دي القاعده الاساسيه اللي بتعامل بيها عندي صح في جميع مسائل الميه، بس ما ينفعش في اي حاجه تانية غير الميه. في جميع مسائل الميه هل محتاج اللي انا افكرك ان درجه غليان الميه ب 100؟ هل محتاج كل شويه اللي انا اقعد اقول لك خلي بالك درجه غليان الميه ب 100 درجة غليان المية بمية، هل محتاج اللي انا اعمل كده ولا انت عارفها؟ لا معروف. حلو، يبقى في جميع مسائل المية بس انا مش هديك ان درجة غليان المية بمية. ويعني ايه درجة غليان المية بمية؟ قال لي يعني عن درجة حرارة عشان تبقى المية بمية البريشر لازم يبقى كام؟ وانا مش هي دي النورمال بويلنج بوينت على المية؟ يعني في الظروف العادية عند بريشر 1 اتموسفير درجة حرارة درجة غليان المية بكام؟ بمية. يبقى دي قاعدة مهمة جدا في كل مسائل المية. هذه المعلومة أنا مش هديها لك إن درجة غليان المية بمية، بس أنت هترجمها لي إن عن درجة حرارة مية كان البريشر بتاعي بكام؟ واحد أتموسفير. كملت المسألة ولا لأ؟ أنا كنت مديك بريشر، كنت مديك دلتا اتش، وانت قلت لي اهو اتنين تانيين، بس خلي بالك المية دي غلط. ايه الصح بتاعها؟ 373 ديجري كلفن. صح. ليه؟ عشان دي سليزياس، يبقى لازم احولها لايه؟ لكلفن. اصبحت المسألة مطلوبة سهلة ولا لا؟ خلاص. يبقى في كل مسائل المية. كل مسائل المية. مش هتجيك ان البويلنج بوينت على المية بمية. بس عليك اللي انت ايه؟ انت اللي تعرف ان البويلنج بوينت بتاع الميه بكام؟ ب 100 وتبدا تحطه معايا. طيب السؤال بقى يعني ايه كلمه في الترجم للجمله دي؟ ان النورمال بويلنج بوينت بتاع الميه ايكوال 100 او بتاع اي ماده ايكوال 100. كلمه نورمال معناها ايه؟ ان البريشر 1 اتموسفير. يبقى عند 1 اتموسفير كانت درجه الحراره بكام؟ ب 100. النورمال بويلنج بوينت بتاع مثلا ماده اكس ايكوال 200. خلاص يبقى عند 1 اتموسفير التمبريتشر بكام؟ ب 200 بلس 273. يبقى لما اجي اقول لك ان النورمال بويلنج بوينت بكذا يبقى انت عارف على طول ان دي ات بريشر كام؟ 1 اتموسفير. صعب الكلام ده يا جماعه؟ تمام يا دكتور. طيب انا كده خلصت شابتر الليكويد. ولغايه هنا بص بقى معايا، ولغايه هنا انتهى هيجي الكويز الاولاني. يبقى كويز 1 ان شاء الله يوم الخميس الجاي هيبقى كام من الخميس ده؟ هيبقى 19/8 هيبقى على شابتر 1 و 2 كاملين. دكتور بعد اذنك لسه دكتور هو هيبقى كام سؤال؟ لا ما اعرفش لسه ما حطيناهوش. دكتور الاثباتات هتبقى داخله في الكويز ولا مش علينا؟ الكويز يعني كل حاجه درستها هتبقى داخله معاك. احنا لسه ما حطيناش كويز، فبالتالي انا ما اقدرش اقول لك اه ولا لا يعني، انما كل حاجه انت درستها انت مطالب بيها. ماشي يا جماعة؟ أي مشاكل؟ لا
تماما. طيب انا كده خلصت شابتر الليكويد، يفضل معايا شابتر السوليد والالوي. طبعا مش هنلحق ناخد كل ده النهارده، احنا لسه عندنا بوك يوم الثلاث ويوم الخميس، بس هنبدا نتكلم مع بعض في شابتر السوليد. وعشان نتكلم مع بعض في شابتر السوليد، المفروض اللي انت نزل لك فيديو خاص بالسوليد. و لو سمحت، هو الميد ترم جه لحد فين؟ شابتر السيرمو كيمستري ولا السوليد ولا اللويز؟ اه لا، السيرمو كيمستري ان شاء الله. لحد السيرمو كيمستري ماشي، هنخلصه الاسبوع ده. احنا هنخلص الاسبوع ده السيرمو كيمستري والسوليد والاللويز، فالميد ترم هيدخل لغايه هنا. طيب انت نزل لك فيديو خاص بالسوليد والاللويز، مين شافه؟ لنا لا. حلو، لان انا مفروض حاجه ايه، شفت الوقت الدقيقه 40 كده افهم. اه تفهم، لان احنا الدقيقه 40 بتخلص في الالوي. انا مش هشرح الالوي النهارده، انا هخلص النهارده السوليد بس. الالوي هكملها يوم الاثنين ان شاء الله، يوم الثلاث ان شاء الله. طيب السوليد والالوي، والسوليد والالوي ده، او ايه الفرق بين السوليد والالوي؟ يعني ايه الفرق بين كلمه سوليد وكلمه الويز؟ السوليد استوعب على اثنين، يعني دي حاله من حالات الماده. الالويز ده بيبقى ميكستر بين اكتر من ميتال. يعني انت عايز تقول ان السوليد دي حاجه بيور، اه ميكستر من اكتر من ماده. يبقى انا هتكلم على السوليد في حاله البيور، وهتكلم عليه في حاله الميكس لو عمل ميكس مع ماده تانية. فاحنا النهارده هنتكلم عن السوليد. اي سوليد في الدنيا زي ما مكتوب عندك في الفيديو اللي نزل لك، بيتكون من، بيبقى شكله عامل ازاي؟ يا بيبقى كريستال على كريستال، يا أمورفوس، يا بودر. أمورفوس ده يعني ملوش شكل محدد، بودر ده يعني بودرة زي الحاجات دي. إنما كريستال ده بيبقى ليه شكل فراغي محدد بيحدد المادة دي، ويبقى مميز دي، وأقدر عن طريقة أحدد أنا معايا إيه السوليد. فاحنا هنتكلم على الكريستال دي. والكريستال دي بتتكون من وحدات صغيره اسمها يونت سيلز او يونت سيل. وعندي انواع كتير قوي سيل اللي هي بتوضح الكريستال، عندي انواع كتير جدا من يونت سيل، بس احنا عندنا في المنهج 3 يونت سيلز بس، اللي هم ايه، حاجه اسمها سيمبل كيوب يونت سيل، عندي حاجه اسمها فيس سنترد كيوب يونت سيل، وعندي حاجه اسمها بودي سنترد كيوب يونت سيل. احنا عندي انواع كتير جدا من كريستال، بس هم دول الثلاثه اللي احنا هندرسهم معايا. كل واحد من دول، انا طبعا ما بشرحش الشابتر كامل، انا انت اوريدي عندك الشرح، انا بفكرك بيه بس قبل ما نبدا نحل مسائل. عندي ثلاث انواع من اليونت سيل: سمبل كيوب يونت سيل، فيس سنتر دي كيوب يونت سيل، وبود سنتر دي كيوب يونت سيل. كل واحد من دول درست له حاجتين، ايه هما؟ الناس اللي شافت الفيديو بقى، انا درست ايه؟ نمبر اوف اتومز وريديوس نمبر اوف اتومز. حلو قوي، يبقى كل واحد من دول انا درست له عدد الاتومز اللي فيه قد ايه، وكمان الريديوس بتاع الاتومز قد ايه الكيمياء. وبدات اعمل شويه اثباتات، اقول ان كيوب يونت سيل كونتين مثلا 8 اتوم على الكورنر، وكل اتوم فيهم بتشارك مع 8 يونت سيل تانيين، او 7 وهي يبقى 8 يعني، فبتشارك في اليونت سيل الواحده بتوم، يبقى النمبر في اتوم بكام؟ 8 في تومن وكده. فاصبح النمبر في اتوم عندي هو ميجر لنوع كريستال. لو عندي كيوب هتبقى النمبر في اتوم فيها 1 اتوم،
لو عندي في السنتر دي كيوب يبقى النمبر اوف اتوم فيها 4 اتومز. لو عندي مادة سنتر دي كيوب يبقى النمبر اوف اتوم فيها ايه؟ 2 اتومز باثباتات معينة. لغايه دلوقتي في اي مشاكل؟ حد مش فاهم حاجه في الاثباتات دي او في الكلام اللي انا بقوله دلوقتي؟ بالنسبه للريديوس بتاع الاتوم حسبنا الريديوس لقيناه بيتكلم عن ان لو في حاله الكيوب كان الريديوس عباره عن ايه على 2 حيث ايه هي طول ضلع الكيوب. في حاله الفيس سنتر دي كيوب كان الريديوس بتاعي ايه روت 2 اوفر 4. في حاله الباد سنتر دي كيوب كان الريديوس بتاعي ايه روت 3 اوفر 4. ده اللي كان النظري بتاع المنهج بتاع الشابتر ده. احسب نمبر في اتوم 1 2 4 احسب الريديوس بتاع الاتوم ده كان ليه اثباتات دي ليه اثباتات وهكذا. اخر حاجه كانت في النظري بتاع هذا الشابتر ان انا كان عندي حاجه اسمها اتوميك باكينج فاكتور. يعني ايه اتوميك باكينج فاكتور؟ دخول الاتومز مع بعض بتدي فيه بعض. طبعا الاتومز هي اللي بتشكل شكل كريستال، فالاتومز ما بتلزق مع بعض بتسيب بعض الفراغات خلال السل. احنا بنقول ان الفراغات دي بالنسبه لنا فراغات مهمله ملهاش لازمه. فانا بعتبر ان حجم الاتومز دي، الاتوم دي على فكره على شكل كور، يعني حجم الكور دي هي حجم اليونت سيل. لكن في بعض الاحيان يقول لك لا انا عايز احسب مقدار الفراغ قد ايه، او نسبه الفراغ، النسبه المئويه للفراغ عندي قد ايه. فعشان احسب النسبه المئويه للفراغ عندي قد ايه لازم احسب الاتوم دي شغلت حجم قد ايه فعلي بالنسبه لحجم السل. فبالتالي قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني هي عباره عن الاتوميك باكينج فاكتور هي الفوليوم الفعلي بتاع الاتومز على الفوليوم اوف اليونت سيل. هل في فرق بين الاثنين؟ هل في فرق بين الفوليوم بتاع الاتومز والفوليوم بتاع اليونت سيل؟ اه في فرق. الفرق ده انا بهمله في معظم المسائل. امتى بستخدمه؟ بستخدمه فعليا لو هو طلب مني ان انا احسب هذا الايه؟ هذا السبيس قد ايه؟ هما دولت افكار السوليدز اللي موجوده عندي. يبقى انا هدرس في السوليد الثلاثه يونت سيلز دول النمبر في اتوم فيهم كام؟ الريتس بتاعهم كام؟ والاتوميك باكينج فاكتور بتاعهم كام؟ ونبدا مع بعض نحل مسائل. يبقى انا هحل مسائل على السوليد ويبقى انا كده خلصت السوليد. يوم الثلاثاء ان شاء الله نبدا اللويو ثيرموكيمستري ونخلص يوم الخميس باذن الله. خلاص. قبل ما ابدا المسائل لازم يكون عندي مجموعه من القواعد هتسهل لي حل المسائل كتير جدا. اول حاجه لو في اي لحظه جيت احسب الفوليوم اوف اليونت سيل احسبها ازاي؟ ايه هو الفوليوم اوف يونت سيل؟ يتحسب ازاي؟ خلي بالك اليونت سيل بالظبط. اليونت سيل ده ممكن يبقى كيوب، ممكن يبقى فيس سنتر دي كيوب، ممكن يبقى بات سنتر دي كيوب، والثلاثه في النهايه كيوب. يبقى دايما الفوليوم اوف يونت سيل لما اجي احسبها بحسبها عن طريق A كيوب، حيث A هي طول ضلع المكعب اللي انا او اليونت سيل اللي انا بدور عليه. بس انا هديها لك دايما بالبيكوميتر كيونت. انت لازم اول خطوه في اول في حل المساله لازم تحولها للسنتي. ازاي؟ حيث ال1 بيكوميتر ايكوال 10 باور نيجاتيف 10 سنتيمتر. خلاص يا جماعه. يبقى اول خطوه هنعملها في معظم المسائل اللي انا هجيب الفوليوم بتاع اليونت سيل. هجيب ازاي الفوليوم بتاع اليونت سيل؟ هجيب طول ضلع كيوب او اليونت سيل واضربه واكعبه. بس قبل ما اعمل الكلام ده انا هكون جايبه لك بيونت البيكوميتر، لازم احول البيكوميتر الى سنتيمتر وهكذا. طيب هذا الفوليوم بتاع اليونت سيل كونتينز كام اتوم؟
ايه على حسب نوع الفوليوم ده بتاع الثلج. انا حسبت كونتين كام على حسب نوع اليونت. اتفقنا بقى بالظبط، احنا اتفقنا ان اليونت الاتومز اللي معايا اللي هي الكور دي هي هتمثل حجم اليونت ثاني، الا اذا هو طلب حاجه تانية. يبقى طول ما هو ما طلبش يبقى الفوليوم اوف اتوم هي الفوليوم اوف اليونت سيل. يبقى لما اجي اقول لك هذا الفوليوم اوف يونت سيل ماست كونتين النمبر ذا نمبر اوف اتومز اكوردنج تو اتس تايب. دي مهمه جدا الجمله دي، لان هي دي اللي هتسهل لي حل المسائل. يعني يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني لو كان معايا كيوب يبقى الفوليوم ده اللي هو الاي كيوب يحتوي على 1 اتوم، لو معايا فيس سنتر دي كيوب يبقى الفوليوم ده اللي هو اي كيوب كونتينز 4 اتومز. لو الفوليوم ده كان اليونت سيل ده بات سنتر دي كيوب يبقى هذا الفوليوم اللي هو اي كيوب كونتينز 2 اتومز اونلي. خلاص مهمة جدا الجملة دي، دي أول حاجة. طيب يبقى أنا لو عرفت أعمل كروس مالتيبليكيشن، لو عرفت أعمل كروس مالتيبليكيشن بين الفوليوم ده والفوليوم تاني أعرف أجيب النمبر في أتوم ولا لأ؟ قال لي بكل سهولة، ويبقى حل المسائل كلها تعتمد على كروس مالتيبليكيشن واحد. اللي هو إيه كروس مالتيبليكيشن ده؟ بص بقى أنا حكيت بيه دلوقتي، الفوليوم of the unit cell contains كم اتوم؟ النمبر اوف اتوم اللي احنا بنتكلم فيه اللي موجود في السيل اللي هو واحد او اثنين او اربعه. طيب الفوليوم اوف اي حاجه هيحتوي ايه؟ هيحتوي على النمبر اوف اتومز ان هذه الاي حاجه ولا لا؟ ادي كروس مالتيبليكيشن مهم جدا 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 معايا. يعني ايه؟ انت دلوقتي اتفقت معايا ان الفوليوم بتاع اليونت سيل ده هيحتوي على عدد محدد من الاتومز، سواء كان واحد لو كان كيوب او اثنين لو كان باد سنتر دي كيوب باد سنتر دي كيوب او اربعه لو كان في سنتر دي كيوب. ده شرح الجزء اللي فوق. حد عنده اعتراض؟ انا دكتور اهو. الفوليوم بتاع اليونت سيل اللي هو اي كيوب هيحتوي على النمبر في اتوم في السيل اللي هي واحد او اثنين او اربعه. طب لو جبت لك اي فوليوم، حطيت لك تحتيه هنا اي فوليوم اهو، اي حاجه، هقدر اطلع عن طريق هذا الفوليوم اقدر اطلع النمبر اوف اتومز في هذه الاي حاجه ولا لا؟ يعني ايه؟ قال لي يعني لو جيت قلت لك اي حاجه دي قلت لك احسب لي الفوليوم بتاع المول. طب ما انا عارف ان الفوليوم بتاع المول يحتوي على كم اتوم؟ افوجادروس نمبر. يبقى هنا النمبر في اتوم ده هيبقى افوجادروس نمبر، وهو ده الشرح بتاعنا في كل حاجه. يعني قال لي يعني كل مسائل السوليدز هتمشي على الكروس مالتيبليكيشن ده، هيديك ثلاثه من الاربعه صراحه. يا باشا انت تؤمر يا باشا. لا براحتك يا عم خالص. هيديك ثلاثه من الاربعه صراحه، وانت عليك ان انت تطلب الرابع. بس بقى هيغير لك، هيغير لك ايه؟ مره يطلب لك احسب الفوليوم بتاع اليونت سيل، مره يقول لك احسب النمبر في اتوم اللي معاك، مره يقول لك احسب الفوليوم بتاع المول، ممكن مره يقول لك احسب لي افوجادروس نمبر. خلاص اي واحد من الاربعه دول انا اقدر احسبه بمعلوميه مين؟ الثلاثه الباقيين. لو انا فهمت الكلام ده يا جماعه هقدر احل اي مساله عندي في السوليد، ما عنديش اي مشكله. هعمل كروس مالتيبليكيشن، هيكون عندي الثلاثه جاهزين، ابدا اعمل ايه؟ اعوض واجيب الايه؟ الرابع. صعبه الحته دي يا جماعه؟ هنشوفها دلوقتي في حل المسائل، بس لازم نكون فاهمينها الاول. فيها مشكله؟ هو انتوا ليه بتنام؟ ليه بتحسون ان انا بكلم نفسي؟ لا معاك يا دكتور والله. فاهمين اللي انا قلته؟
طيب تاني معلومة عشان ما نلخبطش، اللي أنا عندي حاجة اسمها أتوميك ماس. أتوميك ماس دي هي هي المولر ماس، هي هي الموليكيولر ويت، هي هي المول. يبقى كل دي مسميات، تمام؟ هي هي الاتوميك ماس هو المول، هو المولر ماس هو الموليكيولر ويت، هو المول. كل واحد من دول لازم كونتين افوجادروز نمبر من الاتومز. يعني لو جبت لك اي مسمى من دول يبقى ده يحتوي على افوجادروز نمبر من الاتومز اللي هو بكام؟ 6.02 في 10 باور 23. ليه؟ عشان ده هيبان معايا في حل المسائل. اخر حاجه قبل ما ابدا حل المسائل، الدنستي. ما هي الدنستي؟ الماس على الفوليوم. حلو قوي. دنستي طول عمري عارفين اللي هي عباره عن الماس على الفوليوم. بس السؤال بقى اللي بيطرح نفسه عليه، هو انتوا شفتوا انا كاتب الدنستي ظهرت عندكم ولا لا؟ لا. ما انا شايف برضه، بس انا فاتح الموبايل فشايف اللي هو ما اتكتبتش ليه يعني. طيب انا عندي الدنستي، ويعني دنستي يعني ماس على فوليوم، انهي ماس وانهي فوليوم؟ قال لي اي حاجه. الدنستي هي فاكتور بيحول لي الماس لفوليوم، يعني بيجيب لي الفوليوم بتاع الماس ده او الماس بتاع الفوليوم ده، بيجيب لي الفوليوم بتاع الماس ده او الماس بتاع الفوليوم ده. يعني ايه؟ قال لي انا لو جيت قلت لك عندي الماس اوف وان مول اللي هو الاتوميك ماس، يبقى لو عوضت بالدنستي هجيب منه ايه؟ الفوليوم اوف الوان مول. ما هي الدنستي هي فاكتور بيحول لي، انا بكتب يا جماعه خلاص كده ظهروا، الدنستي دي هي فاكتور بتحول لي الماس لفوليوم، بتقول لي ان الوزن الحالي دي وزن الفوليوم ده كذا وحجم الفوليوم ده كذا. بالتالي لو جيت قلت لك الماس ده هو الماس بتاع الوان مول، يبقى الفوليوم اللي قصاده اسمه ايه؟ الفوليوم اوف وان مول. بناء عليه ده كان القواعد الاساسيه اللي عندي. بناء عليه هبدا مع بعض نشوف ازاي نحل مسائل في السوليد. عايزكم انتوا يا جماعه اللي تفكروا ازاي نحلها. اهي اول مساله معايا عايزين نقراها ونشوف ايه المطلوب في المساله. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي نيكل كريستالايز، انا كبرتها اهي الشاشه كبيره اهي. بيقول لي نيكل كريستالايز ان فيس سنتر دي كيوب. كلمه فيس سنتر دي كيوب دي معناها ايه؟ ما عديش بقى الكلام ده كده بالسهل. كلمه فيس سنتر دي كيوب دي معناها ايه؟ فور اتومز معايا اربع اتومز. حلو. بيقول لي نيكر كريستالايز ان فيس سنتر دي كيوب يونت سيل ذا ايج اوف ذا كيوب طول ضلع كيوب 352 بيكوميتر. طيب احنا قلنا يبقى نعمل ايه؟ لازم افكر في الكروس مالتيبليكيشن بتاعي. بيقول لي نيكر كريستالايز ان فيس سنتر دي كيوب، يبقى انا حاجه اكتب كده، ده انا معايا فيس سنتر دي كيوب يعني معايا فور اتومز. طول ضلع الكيوب بتاعي اللي هو الاي ب 352 بيكوميتر، واحنا قلنا ما بنستخدمش البيكو، فقوم عامل ايه؟ يبقى ايكوال 352 في 10 باور نيجاتيف 10 سنتيمتر. طيب عايز اعمل كروس مالتيبليكيشن، هو قايل ايه؟ يبقى الفوليوم اوف يونت سيل اللي هي اي كيوب ايكوال 352 في 10 باور نيجاتيف 10، كل ده ايه؟ كيوب سنتيمتر كيوب. هذا الفوليوم الاي كيوب ده كونتينز كام اتوم؟
4. حلو، يبقى 352 في 10 باور نيجاتيف 10 كيوب سنتيمتر كيوب، ده كونتينز 4 اتومز. اول حاجتين اهو في الكروس ملتيبليكيشن، ناقص لي فوليوم او نمبر اوف اتوم. عشان اكمل، مش احنا قلنا هديك هم اربع حاجات، هديك منهم ثلاثة ويفضل لي واحد. انا وفرت اثنين اهو، يبقى انا فاضل لي واحد مجهول سواء بقى على اليمين او على الشمال، والتاني هيبقى معطى معايا. طب نشوف هو عايز ايه. نرجع للمسألة، بيقول لي هنا ايه؟ نيكل كريستالايز ان في سنتر دي كيوب يونت سيل، ذا ايدج اوف ذا كيوب از كذا، كالكوليت ذا فوليوم اوف وان مول، علما بان افوجادروز نمبر بكذا. هو عايز يحسب ايه هنا؟ الفوليوم اوف وان مول، ومش ده فوليوم؟ مش الجزء ده خاص بالفوليوم؟ يبقى هو عايز يحسب الفوليوم بتاع الوان مول. ازيك يا باشا؟ ازيك يا استاذ عمرو؟ ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، مطحونين كالعاده. مش في عندنا سمر يا باشا؟ لا، الترميده، الترميده الدنيا كان السمر ده حاجه ترم اساسي يعني. اخبارك ايه يا باشا؟ حاجه تقرف بجد والله. لغايه دلوقتي السنه الجايه، لا السنه الجايه لغايه دلوقتي زي السنه دي، يطلع بقى قرار بعديها الله اعلم يعني. بس احنا ما تعبنا فيه، احنا تعبنا فيه جدا. اتفضل يا باشا. حسن، لا طبعا هو الاونلاين فرق كتير مع الطلبه للأسوأ. انما طبعا احنا الدكاتره والله تعبت جدا عشان تحاول تقلل الجاب ده بينها وبين الطلبه يعني. بالظبط، يبقى غصب عنه قاعد بقى ومركز، ولو كده هتلاقيه بجيبه كده يعني. ربنا يكرم.
هيا يا جماعة معايا؟ معاك يا دكتور. طيب يبقى الفوليوم بتاع الون مول ده فيه كم اتوم؟ هو ده اللي فيه افوجادروز نمبر من اتوم ولا لا؟ خلاص خلصت المسألة. لو انا فهمت الاربع حاجات انتهت الموضوع كله. انا معايا الفوليوم بتاع اليونت سيل ده فيه اربع اتوم، ادي اول اتنين. هو عايز الفوليوم بتاع الون مول. طب ما انا عارف ان اي ون مول في الدنيا فيه افوجادروز نمبر من اتوم، يبقى انا هنا معايا ده معايا ده معايا ده، اعرف اجيب الفوليوم بتاع الون مول ولا لا؟ وهو ده اللي كان عايزه في المطلوب الاولاني في المساله. المطلوب الثاني كان مديني الدينستي وقال لي احسب لي الاتوميك ماس بتاع النيكل. نعرف نعملها؟ مش انا جبت في المطلوب الاولاني الفوليوم بتاع الون مول والاتوميك ماس ده هو الماس بتاع الون مول، يبقى انا معايا الدينستي اهي ايكوال ماس على فوليوم، معايا الدينستي معايا الفوليوم، اعرف اجيب الماس بتاع الاتوميك ماس بتاعي ولا لا. وهي دي المطلوب الثاني في المساله. صعب يا جماعه؟ هي كلها مبنيه على الكروس مالتيبليكيشن. دايما لازم فوليوم اوف يونت سيل اللي هو اي كيوب كونتينز عدد محدد من الاتومز. طب لو جيت قلت لك احسب لي الفوليوم بتاع 2 مولز، يعني انا عايز احسب هنا الفوليوم بتاع 2 مولز، احط هناك ايه؟ 2 في افوجادروز نمبر. 2 في افوجادروز نمبر، صح. بقت المساله سهله، هي كروس مالتيبليكيشن، هديك ثلاث حاجات من الاربعه واقول لك احسب الرابع وهكذا. نفس الفكره هي في المساله اللي بعديها. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ حد عنده اي سؤال؟ يلا عشان نخلص بقى، احنا كده طولنا قوي، يعني ينفع كده يعني؟ طب بص في المساله دي بقى. صوديوم كريستالايز ان كيوبيك ستراكشر. ما المقصود بكلمه كيوبيك ستراكشر؟ هل هي كيوب ولا كيس سنتر دي كيوب ولا بس سنتر دي كيوب؟ فكر كده ورد عليا. طب بصوا اقروا المساله وحاسبكم دقيقه تقروها وردوا عليا. يلا عشان عايز اسمع الحل مره واحده. دكتور هو المسألة اختفت. هاي يا جماعه، يعني ايه كيوبيك ستراكشر؟ ما المقصود بكلمه كيوبيك ستراكشر؟ ها هو تايب من 3 تايبس اليونت سيل، بس احنا مش عارفينه يعني. بس ده مهم جدا. عايز. صح، ده كلام صح 100%. ليه؟ لان انا ما اقول لك كيوب يونت سيل او بات سنتر دي كيوب يونت سيل او في سنتر دي كيوب، الثلاثه كيوبيك ستراكشر. يبقى انا هنا ما حددتلكش نوع كريستال، ده انا بقول لك اعرف لي نوع الكريستال. وبدام اعرف لي نوع الكريستال يبقى انا بقول لك احسب لي ايه؟ النمبر اوف اتوم. يبقى انا هيكون معايا الفوليوم بتاع اليونت سيل، معايا الفوليوم بتاع الون مول، ومعايا كمان افوجادروز نمبر. يبقى اللي موجود عندي هو مين؟ النمبر اوف اتوم في اليونت سيل ولا لا؟ صح. هنا بيقول لي صوديوم كريستالايز ان كيوبيك ستراكشر زي ايجي اوف ذا كيوب از اي كيو اي بكذا، خلاص اعرف اجيب منها الفوليوم بتاع اليونت سيل. ذا دينستي از كذا والاتوميك ماس بكذا. طب انا اداني الدينستي والاتوميك ماس ليه؟ مش الدينستي هتساوي الاتوميك ماس على الفوليوم بتاع الون مول؟ يبقى انا معايا الدينستي ومعايا الاتوميك ماس، اعرف اعمل كروس مالتيبليكيشن اجيب الفوليوم بتاع الون مول.
بقى معايا الفوليوم بتاع اليونت سيل، معايا الفوليوم بتاع الوان مول، ومعايا النمبر اوف اتوم في الوان مول، معايا التلات حاجات اهو، اعرف اعمل ايه؟ اعرف اجيب النمبر اوف اتومز اللي موجود عندي. كل المسائل بالنسبه هتبقى لهذا الايه الطريقه دي معانا. صعبه يا جماعه؟ دي بقى حاجات الالوي دي مش هناخدها النهارده، هناخدها المره الجايه ان شاء الله. صعبه؟ دي اول فكره اللي انا كنت بلغي المسافات بين الاتومز هنا. لكن في بعض المسائل الثانيه زي المساله دي، لا هي دي بقى اللي بيقول لي احسب لي الاتوميك باكينج فاكتور. فهنا انا ما بهملش المسافات، طب انا اعرفها ازاي؟ هو اللي قال لي اهو. بيقول لي بوتاسيوم كريستلايز انا بادي سنتر كيوب يونت سيل. اف اكس از ذا فوليوم اوف اتوم اوف ذا يونت سيل، واي از ذا فوليوم اوف يونت سيل. كالكوليت ذا برسنتج اوف ذا سبيس. يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين لما جيت قلت لكم انا بهمل المسافات اللي بين الاتومز في كل الحالات الا اذا هو طلبها. فهو في المساله دي طلبها، قال لي ايه؟ قال لي انا عندي صوديوم كريستلايز ان بادي سنترد كيوب، يبقى انا معايا كام؟ 2 اتومز، واحنا اتفقنا الاتوم دي شكلها عامل ازاي؟ كوره. فبيقول لي اف اكس از ذا فوليوم اوف اتومز. طب ما انا متفق معاك ان الاتوم دي كوره، يبقى الاكس بكام؟ ب 4 على 3 باي ار كيوب. بس انا عندي كام اتوم؟ 2، يبقى بضرب في 2. او عندي 4 يبقى هضرب في 4، او عندي 1 يبقى هضرب في 1. يقول لي اف واي از ذا فوليوم اوف يونت سيل، والفوليوم بتاع اليونت سيل اتفقنا اللي هو عباره عن اي كيوب. فبيقول لي احسب لي النسبه بتاعت السبيس عندي، احسب لي النسبة بتاعت السبيس عندي. قال لي طيب عشان احسب النسبة بتاعت السبيس لازم احسب البرسنتج بتاع الاكس على الواي. قد ايه الاتوم شغلت حجم فعلي من يونت سيل؟ فدي بتساوي ايه؟ 2 في 4 على 3 باي ار كيوب على اي كيوب في 100. لكن ده باد سنتر دي كيوب، والباد سنتر دي كيوب الار بتاعه بكام؟ اي روت 3 اوفر 4. يبقى الار كيوب بكام؟ باي كيوب في جذر 3 على 4. كل ده ايه؟ يو. خلاص عوض بقى، يبقى البرسنتج بتاع الاكس على الواي ايكوال 2 في 4 على 3 باي اي كيوب في جذر 3 على 4 كيوب على اي كيوب. ده راح مع ده طبعا في 100، ده راح مع ده والباقي ده كله ارقام، يطلع نسبه ايه؟ اكس على واي. هل ده السبيس اللي عندي؟ قال لي لا، ده هو ده الاتوم خدت حجم فعلي قد ايه من يونت سيل، يبقى البرسنتج بتاعت السبيس. قال لي هتبقى ايكوال 100% ماينس البرسنتج بتاعي اللي هو ايه؟ الاكس على واي. يبقى انا كده جبت البرسنتج بتاعي، وهذا البرسنتج هي قيمه ثابته لكل الباد سنتر دي كيوب، لكل الفيس سنتر دي كيوب، لكل الكيوب. يعني ده ليه نسبة سبيس واحد، ده ليه نسبة سبيس واحد، ده ليه نسبة سبيس واحد مختلف. يبقى أنا عندي فكرتين في مسائل السوليد، ما عنديش أفكار تانية. أول فكرة زي المسألتين الأولانيين اللي أنا أعمل كروس مالتيبليكيشن، في هذه الحالة بهمل أي سبيس خلال السيل، ويبقى الفوليوم أوف أتوم هو الفوليوم بتاع اليونت سيل. الفكرة الثانية اللي يقول لي لا افصل، احسب دي لوحدها ودي لوحدها. بالتالي انا عشان احسب للفيس بجيب الاكس على الواي، البرسنتج بتاعي اكس هي الفوليوم اوف اتوم، الفوليوم بتاع الاتوم دي كوره، يبقى 4 على 3 باي ار كيوب في عددهم على الواي، وبعد كده اطرح الكلام ده من 100%. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ انا بالنسبه لي كده خلصت معاك السؤال. يوم الثلاثاء ان شاء الله الساعه 10 هنبدا مع بعض الالوي، هنخلصه برده لازم تكون قاري المحاضره كويس. نفس الكلام النهارده بعد ما تخلص برده ذاكر المحاضره كويس. يوم الثلاثاء ان شاء الله هديك الالوي، تكون مذاكر المحاضره هديها لك في شويه يعني في ساعه كده، وبعد كده نبدا في السيرموكيمستري ونخلصه ان شاء الله يوم الخميس. الكويز بتاعك بتاع يوم الخميس ان شاء الله هيبقى في المعمل في شابتر 1 و2 بس، يعني السوليد مش داخل فيه، انما داخل فيه الميد تيرم ان شاء الله. حد عنده اي سؤال؟
هو المعمل هيبقى الساعه كام يا دكتور؟ لسه هقول لكم يوم الثلاث ان شاء الله. شكرا. لا هيبقى دايما برضو المحاضره الاول بعد كده الليل، او اجيب كلاب الاول واديكم المحاضره يوميه في الكليه، يعني ما عنديش مشكله. خلاص يوم الثلاث هتفق معاكم ان شاء الله. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ شكرا لحضرتك. يلا اشوفكم ان شاء الله يوم الثلاث يا جماعه. السلام عليكم.